التحديات المزعجة اللي شفناها آخر كم يوم بالقدس وبالأقصى بالذات، راح نتابع شو بيصير خلال 24 ل 36 ساعة. هذا واجب مقدس بالنسبة لنا، ونحن جاهزين نأخذ كل الإجراءات لحماية حقنا كمسلمين وباسم المسيحيين أيضا بالنسبة للقدس في هذا الموضوع. لأنه بشير غيث للبلاد والعباد بعد جد، نحن جاهزين نأخذ كل الإجراءات لحماية حقنا. لأنه يقول قولا فاصل الصدى ويعفو إذ غلب، لأنه خير الرجال بل سيدهم ومانح الرتب، ما جاءه ضجع للألقاب إلا فاز باللقب، سيد الرجال سيد الرجال. لأنه من يسعد صباحك شيخ عزام. طبعا احنا حبينا نبلش بمشوارنا في القدس لنورجي جلالة الملك عبدالله بيوم عيد ميلاده كيف القدس بتكون والمقدسات، من عند الأوقاف نبلش. جهود جلالة الملك هنا في مدينة القدس هي ظاهرة للعيان وواضحة للجميع، والكل هنا يؤكد بأن الدور الأردني ودور جلالة الملك شخصيا كراعي لهذه المقدسات وكحامي لهذه المقدسات هو الذي جعل المسجد الأقصى لغاية الآن في أمان وسلام، التي هي أصلا أمانة في عنق جلالة الملك عبد الله، ورثها عن أجداده الهاشميين ملكا عن ملك ولغاية يومنا هذا. جلالة الملك المشاريع التي تمت في عهده لم تكن في تاريخ المسجد الأقصى، في تاريخ المسجد الأقصى منذ أن أنشئ لهذا اليوم لم تكن هناك مشاريع موجودة على أرض الواقع نفذت بهذا الحجم الكبير الذي نفذ فيه هذه المشاريع في عهد جلالة الملك. لولا هذه الوصاية ولولا هذه الرعاية ولولا القرار الحكيم باستثناء الأوقاف الإسلامية من فك الارتباط القانوني والإداري لكان دائرة الأوقاف الآن والمسجد الأقصى لا نعرف لمن يتبع. في آخر لقاء مع جلالة الملك بخصوص المسجد الأقصى قال بالحرف الواحد: هذا خط أحمر، هذا المسجد الأقصى، وليعلم القاسي والداني بأن لن نسمح بأن يتجاوز عليه أحد من الإسرائيليين أو غير الإسرائيليين. نبارك لجلالة الملك في هذا اليوم العظيم، يوم ميلاده الكريم. هذا اليوم الذي نعتبره نحن في مدينة القدس هو يومنا من مصر جده المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى، ونقول له كل عام وأنتم بخير وأطال الله في عمرك المديد بإذن الله سبحانه وتعالى. يطول عمره ويعطيه العمر المزيد، وضبط بالقدس وصلح في الأقصى، سوى سجاد من الملك وبارك الله فيه. بهني الملك عبد الله ويطول بعمره، يخلينا إياه ويوقف معانا بأخذ بقضية الحرم. هذه قضية الحرم حساسة جدا لكل المسلمين. أكبر التحيات، وبنهنيه بعيد الميلاد إن شاء الله عقبال 200 سنة، مش 100 سنة، 200 سنة، وتضل العيلة الهاشمية فوق روسنا. قديش أهل القدس بيحبوا الملك؟ أنا من المعجبين فيه، حتى صورة جده عبد الله الأول محتفظ فيها لهلأ، والشعب الأردني ما تخلاش عن فلسطين ولا عن الأقصى ولا، وكل الاحترام للشعب الأردني كمان. نهديهم بعيد ميلاد سعيد لصاحب الجلالة. جلالة الملك عبد الله أبو حسين بهنيه بعيده، وإن شاء الله
120 سنة لقدام. يسعد مساك شيخ إياد العباسي. إحنا طبعاً جايين على ديوان العباسي مزبوط، وهو كان تبرع من جلالة الملك. لا شك أن الهاشميين كانت ولا زالت لهم الأيادي البيضاء في مدينة القدس. هذا المكان الذي نتواجد به الآن والذي هو ديوان آل العباسي، ويخدم قطاعا واسعا في مدينة القدس. قمنا بسداد جزء من ثمن هذا الديوان، ولكن كان هنالك جزء من المبلغ لم نستطع تأمينه. لما تناهى إلى أسماع جلالة الملك، وذلك من خلال المسؤولين في الأوقاف الإسلامية، قام جلالة الملك تقديم هذا المبلغ الذي أنقذ هذا العقد، والذي تمم هذا الديوان وكلله بالنجاح. جاءت خطوة جلالة الملك حماية لهذا البيت من أن يصل إلى أيدي مشبوهة توصله في النهاية إلى التهويد وإلى أن يضع الاحتلال يده عليها. ونستغل هذه المناسبة كذلك لنوجه لجلالة الملك يعني أجمل باقات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده. نسأل الله عز وجل أن يبقيه ملكا عادلا محبوبا لشعبه ولأمته، وخادما كذلك لمدينة القدس التي تحبه. سيدي سيدي يا سيدي سيدي سيد الملوك من قديم العهد الأول، بسمة الصبح أضحك. ست سائدة يعطيك العافية. الله يعافيكي. كيف صحتك؟ الحمد لله. وكيف القدس معاكي؟ تمام. قدي بتحب القدس؟ أغلى من روحي. بدي تحكي لي، إحنا طبعا موجودين في بيتك الروعة، بأي منطقة بالضبط؟ منطقة حارة النصارى رقم البيت 6 في مسجد خانقة الصلاحية، مسجد صلاح الدين الأيوبي. هل إحنا كنا عمالنا نحكي مع الناس بشكل عفوي، وكمان منعايد جلالة الملك عبدالله بمناسبة عيد ميلاده. عمره. بدنا ناخذ منك معايد، وبنفس الوقت تحكي لنا ايش عملتي، الخطوه المبادره الحلوه اللي طلعت منك. بقول له كل سنه وانت سالم يا جلاله الملك عبد الله الثاني ملك المملكه الاردنيه الهاشميه، والله يطول عمره. امر مملي بيت صلاح الدين الايوبي، عمره البيت 1200 سنه، فانا ما قدرتش اقدم له ولا اي شيء الا البيت كهبه لجلاله الملك فقط. وين موجود البيت؟ موجود البيت في داخل البيت عندي بالطابق الثاني. احنا هلا وين موجودين؟ على سطح كنيسة القيامة. والبيت اللي وهبتي البيت اللي وهبته لجلالة الملك عبد الله الثاني هلقيت منعبر عليه بطريقنا على سطح الكنيسة، على سطح الكنيسة، على البيت الذي كان ينام به صلاح الدين الأيوبي، وينزل يعتكف بجامع صلاح الدين الأيوبي ويرجع ينام فيه. هو شعب الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين، عيلي وحدي أهلو إخوي شعب النخوي متحدين. أنت
صغير تربى كيف تكتسب طباع إنك تكون نشمي بالخلق بالتعامل والدين بجلالك وجمالك، هيئتك تقول إنك هاشمي مضياف، والأهم بتواضعك فخم وعالمي لما يكونوا الغير هم الأولوية، ولما تفهم أهمية شماغك وتتحمل المسؤولية. صلب وقاسي بمواقفك الرجولية، بس بأسرتك الصغيرة وبأسرة أردنك الكبيرة أنت أب وكلك حنية، معناته انت فعلا ملك. حبينا نعايدك من القدس لانك ملك ببصمتك وعطائك اللي كل القدس بتتغنى فيها، ملك بجهودك ووصايتك والمقدسات اللي انت حميها بعيون المقدسيين وسما القدس وهواها اللي بس ضلهم عندهم الامل فيك انه قدسهم ترعاها، فانت ملك القدس والتاريخ بيشهد لك. لحلوة يا دنيا زينة صندوقة من مدينة القدس.